فمنذ لحظات بلغ إلى علمي وعلم إخوان المؤطرين أنه تمت زيارة الوزير الدولي. فكل صراحة احنا الوقفة موقفين العمال وعاملات سنترال دانون، فاحنا ما بغيناش انه شي واحد يجي ويفسد علينا الوقفة ديالنا. فإذا كان هناك حضور ديال المسؤولين ولا ديال مسؤول معين فخصو يشتغل داخل قبة البرلمان من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الطبق العامل. وكما قلنا الحلول للمشاكل المطروحة، غلاء المعيشة، ضعف القوة الشرائية، عموم المواطنين المغاربة، فإحنا مواطنين، فعموم المغاربة يعانون من هذه المعاناة، فنتمنى على انهم يلقاو حلول انيه وفوريه حتى ان ما تفشاش الاوضاع، يعني لما لا يحمد عقباه.